يعني. وهذا خبر هذا يا وزير الاول مخلي كاع مصالحه يستقبل وزيره شؤون المراه الليبيه، جاتها وزير شؤون المراه، استقبلها وزير شؤون المراه. يعني وزير شؤون المراه في الحكومه الليبيه واش راح تنقل رساله وزير الخارجيه، رساله يعني كي تولي وزيره شؤون المراه نتاع امريكا وما يستقبلش رئيس الحكومه، ما تهبلوش ربنا برك الواحد يبدا يقلب في الطابله هذه يقسم يقسم على زوج. اعطونا المغزى وشني رب الوزيره هذه يستقبل وشني واش ناقشوا معها، اعطونا شوفوا قسمها واش جابت هذه جديده. وحسب بيان مصالح الوزير فان اللقاء شكل فرصه للتنويه بعمق الروابط التاريخيه الاخويه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتقدير الاداره الراسخه التي تحذوها للعمل السوي من اجل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. يا ربي هذه تعبر او شتى المجالات اللي عندي جاتكم العلوف. بما في ذلك فيما يدين ذات الصله بالشؤون الاجتماعيه وقضايا، ما فهمتش انا ربهم هذا وشن هي. يا ربي يعني وزيره المراه تاع ليبيا، يا ربكم وزيره ليبيا تاع ليبيا تستقبلها وزيره المراه الجزائريه، واش دخل رب الوزير الاول يستقبلها؟ وشن هي؟ مناقشه القضايا ذات الاهتمام، هذه متكلفه بالمراه، يعني عدين جدكم الحلوب بالحلوب، هذه متكلفه بالمراه قالوا ربها مع المراه. علاش تخلوا الواحد يقضي وحلوف؟ ها راهي الغيره، الغيره نتاع رب الدم الجزائري تخلي الواحد يقضي يزعف ويكفر على قسامكم. يعني طاحت بكم لهذا المستوى، طاحت بكم لهذا المستوى، يعني التغطيه الاعلاميه رئيس الحكومه مخلي كل مشاكل البلاد يستقبل لي وزيره المراه الليبيه وناقش معها قضايا تعاون، يعني وكانه استقبل وزيره المراه الامريكيه. انا مانيش نحقر في وزيره المراه الليبيه، لا، وزيره المراه الليبيه مرحبا بها في الجزائر. عندنا وزيره المراه اللي هذه كريكو والله مش عارف واش عازرينها اللي ما نسمعوش قسامها اخرى واش راهي دير، تستقبل خلوا رب كريكو تستقبلها على الاقل نشوفوا كريكو هذيك واش دايره. عطوها نفس السي في تاعها، قال كريكو استقبلت وكذا، شأن داخلي، سوق النساء هذا، أنت واش دخل ربك أنت يا في سوق النساء؟ أنت وزير أول واش دخل قسامك في سوق النساء؟ جات سوق النساء المرأة وكذا وحبوب منع الحمل وكذا والعادة الشهرية والمشاكل اللي تاع النساء، خلي ربهم على النساء، أنت واش دخلك؟ وزير الأول يناقش مع وزيرة المرأة الليبية العلاقات الثنائية، ما ناقشتهاش مع دبيبة، وما ناقشتهاش مع المنقوش اللي راهي هاربة، وما ناقشتهاش مع رئيس تاعهم واش سموه هذاك العازرين تاعهم رئيس الليبي، تناقش مع وزيره المراه. هذا نفس الشيء كما قال لك رئيس الجمهوريه في قصر في الامم المتحده في مجلس الامم المتحده يستقبل محمود عباس. ها محمود عباس راه كل سمانه عندنا في الجزائر يا اخي راه يجي يدي التاوسه نتاعو ويروح. يعني هذا حدث كبير مهم انك تعتز وتفتخر ان رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون يستقبل في مقر اقامته برئيس السلطه الفلسطيني محمود عباس. يا ربي محمود عباس السمانه اللي فاتت كانت في الجزائر، جد التاوسه وراح، ارفع المستوى، قال رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون يستقبل في مقر اقامته رئيس الوزراء البريطاني، رئيس وزراء كندا، رئيس الولايات المتحده الامريكيه، رئيس استراليا، هذه صح مليحه. بصح حتى جاب لي رئيس السلطه الفلسطينيه يستقبلوا تبون، واش ندير بقسامه؟ السنه اللي فاتت كان عندي وحضرت وانا في الختانه تاع بنو والزواج تاع بنته وكذا، يا ما تمسخروش بينا، رفعوا المستوى سيدي، رفعوا المستوى، ما تخلوناش نسبوكم ونجلدوكم. ودرك وزير الاول يستقبل وزيره المراه الاخر وتبادل كذا الخبرات النقطة الأخيرة اللي حبيت نقول عليها هذه اللي تدمر. الان عندنا واحد المنطق في الجزائر هو انك اللي يحارب الفساد يحاربوه، اللي يحارب الفساد يحاربوه. اليوم اليوم الحد 24 سبتمبر قدموا حوالي 30 متهم امام محكمه انظر سيدي محمد محكمه الجزائر من واد سوف، جابوهم من بينهم هذا مسكين هذا الشيخ اللي هو تكلمت عليه قبل يومين او قبل ست ايام قبل اسبوع لانه ست ايام هو عند الشرطه شادينه اللي هو هذا علي عيساوي، هذا الشيخ كبير تقريبا 80 سنه مسكين راه مرمدينه وشادينه. وانا والله اقسم بالله العلي العظيم ومانيش مضطر باش نحلف، اقسم بالله العلي العظيم ما نعرفه، ما تكلمت معاه، ما بيني وبينه رسائل، ما عندي حتى علاقه به هذا علي عيساوي، والله العلي العظيم ما نعرفه، أشهد أمام الله سبحانه وتعالى وتتحاسب يوم القيامة. هذا مدير أملاك الدولة سابقا وعنده ملفات تاع الفساد في واد سوف كامل، يعرف كاع الناس خريبهم في واد سوف اللي سرقوا أراضي، من بينهم مدير الإدارة والمالية الدياجي تاع الشرطة اللي هو عبد الحكيم علالي هذاك اللي مادي سوق الغنم والبقر في واد سوف استولى عليه بعقد. إذا ونشروا بن زديرة، إذا
قامت القيامة، كيف بن زديري وصلوا وثائق رسمية من واد سوف والدنيا وكذا وتسريب معلومات وكذا وكذا، وبداو يفتشوا وبداو يديروا اونكيت. كاين نشطاء في واد سوف، نشطاء ينشطوا يكتبوا في فيسبوك كذا ويندوا بالفساد وكذا، من بينهم هذا عيساوي، راحوا اعتقلوهم كامل 30 واحد، 30 واحد او اكثر من 30، 30 ولا 35 قالوا لي، المهم مجموعه قالوا لي تقريبا حوالي 10 ولا 15 راهن الاعتقال، شدوهم راهم في السجن، والاخرين كانوا متابعين لكن افراج مؤقت. اليوم جمعوهم امام المحكمه يحاكموا فيهم بتهمه تسريب معلومات لبن زديره ووثائق رسميه وكذا وكذا. راكم سربتوا معلومات لبن زديره، وبن زديره تكلم على الدياجي وتكلم على رجال الاعمال في واد سوف وفضحتونا وكشفتونا، وعلاش تبعثوا الوثائق لبن زديره وعلاش؟ كان من المفروض لو كان جيتوا رجال، وهذه رسالتي للنائب العام ووكيل الجمهوريه، من المفروض لو كان جيتوا صح تخافوا ربي وتخافوا القانون، تسالوهم او تسالوا انفسكم انتم، هل ما نشره بن زديره صحيح ام لا؟ اذا كان صحيح هو عاونكم، وبالتالي تشكروه وتشكروا الناس اللي عاونوا بن زديره وعطاوا له معلومات على الفساد وعلى سوق الغنم والبقر اللي ماديه مدير الشرطه، اللي هو من المفروض يحمي الامن العام، حاميها حراميها، اللي المفروض يحمي الامن العام هو اللي يسرق، سارق ارض تاع الدوله، سرق ارض تاع الفلاحين يصوب يبيعوا فيها الغنم تاعهم مسكين، اداها ومسكرها وحب يقسمها اراضي ويبيعها لحمد كساب يبنيها باطيمات وقصور وفيلات، شريك احمد كساب يتقاسموها ويبيعوها. لو كان جيتوا تخافوا ربي تحاسبوا الناس اللي سرقت، مش الناس اللي بلغت عن الفساد، لانه هاد الناس اللي راكم تحاسبوا فيهم اليوم، هادو 30 ولا 35 ولا شحال واحد راكم تحاسبوا فيهم مساكن تهم باطله، لو كان سرقوا اوكي، لو كان ابتزوا اوكي، لو كان اختلسوا اموال اوكي، لو كان سربوا اموال معلومات سريه عسكريه وامنيه وكذا وكذا تمس بمصلحه البلاد اوكي. انت عارفوا بن زديره ما ينشرش اسرار تمس بمصلحه البلاد، بن زديره ينشر اسرار اللي تفضح السراقين الفاسدين مثل ما الشيء اللي فضحته. تروح تحكموا ناس ابرياء، يعني هذه ثوره مضاده، يا اما انه تبون راهو يكذب علينا ويحشينا كي قلنا بلغوا على الفساد وتكلموا وشجع الناس يقول لهم عاونوا الدوله في التبليغ عن الفساد، يا اما راهو يكذب علينا ويحشينا، او انتم راكم تقودوا في ثوره مضاده عكس ما يقوله الرئيس. الرئيس يقول عاونونا وانتم تقولوا لا، اللي يكشف الفساد ويفضح الفساد دخلوا شدوا الحبس. اذا فهمونا واش راهي وراهي رايح البلاد، ناس كشفوا الفساد دخلهم الحبس، حرام عليكم، تحاسبوا يوم القيامه، تحاسبوا يوم القيامه وستدفعون الثمن. شوفوا واش صرا الناس اللي ظلموا في 2015 16 17 مصيرهم الان كلهم مرميين في السجون، بما فيهم وزير العدل السابق طيب لوح، للان راهو في حاله جنون، تراكم الان قضاة ضباط امن وإداريين ستحاسبون، ستحاسبون ستحاسبون وستدفعون الثمن عاجلا أم آجلا في الدنيا وفي الآخرة. يبقى غير صح، أوقفوا مع الحق، أوقفوا مع الحق ما توقفوش مع الباطل، أوقفوا مع الحق ما توقفوش مع الباطل، أوقفوا مع المظلوم ما توقفوش مع الظالم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، تحاسبوا، حرام عليكم وعيب عليكم، اتهموا ناس طبعينهم الحبس، لماذا؟ لأنهم كشفوا الفساد وندبوا الفساد وكسبوا في فيسبوك ورسلوا لبن زديره، بالرغم من أنه أنا هذو 30 مش كلهم اللي رسلوا لي وما نعرفهمش، وهذا عيساوي المتهم الرئيسي والله ما نعرفه، خراو في السجن الآن، قادر نقول إيه نعرفه، بصح ما نعرفوش، وما وجدت حتى دليل أنه على تواصل معايا، لا تليفون لا رسالة، ما عنده حتى حاجة معايا ما يعرفنيش، لأنه كاين ناس أخرين نعرفهم نعم، لكن هذا عيساوي راه ما نعرفه. كي نقول نعرفهم يعني راسلوني ابن زديره كاين فساد في واد سوف، قلت لهم ارسلوا لي الادله ارسلوا لي، لكن الناس اللي ارسلوا لي صح ما تقدروش توصلوا لهم، وما وصلتوا لهمش ما تقدروش توصلوا لهم، لانهم ناس ونقول والله غير ناس في مناصب ساميه اللي راهم هم ذوك يحقوا، ضباط كبار في الشرطه على مستوى المديريه العامه للامن الوطني وعلى مستوى مديريه امن واد سوف، نعم هما اللي مصادري،
وناس من محاكم ومجلس قضاء وتسوف هما اللي مصادري. نعم، لكن مستحيل توصلوا لهم، مستحيل توصلوا لهم. تروحوا تشوفوا فقط الناس الضعفاء هذو اللي يكتبوا في فيسبوك الظلم وظلمات يوم القيامة، ستحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى، ربي وكيلكم، هذا وشو لكم. أعتقد أنني وصلت إلى نهاية البث المباشر، لكن قبل ما نختم نقول أنه الجزائر أولا والجزائر قبل كل شيء. لن نترك الجزائر في أيدي أطفال أو في أيدي مختلين أو في أيدي فاشلين، مستحيل.